بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل كنافة بالمانجا، نعملها في البيت بإيدينا، سهلة خالص، أحسن ما نشتريها من برا. هنجيب 1/2 كيلو كنافة، نحطها في الفريزر، هنبدأ نحمرها في الطاسة بالشكل ده لحد ما تاخد اللون الذهبي. طبعا احنا حاطين عليها السمنة ومقلبينها مع بعض كويس، فمش هنحتاج نحط لها سمنة تاني واحنا بنحمرها. اهي بدأت تاخد اللون الذهبي اهو. بعد كده هنطلعها ونسقيها بالسيرب. السيرب عبارة عن 2 كوباية سكر معهم 1 كوباية مية وعصرة ليمون على النار لحد ما يتقلوا، ونسيبهم يبردوا وبعدين نسقي بيها الكنافة. في البولة هنبدأ نحط طبقة من الكنافة ونضغط عليها كويس، وبعدين طبقة من الكريم شانتيه. هنعملها طبقات، طبقة كنافة وطبقة كريم، طب كده كم طبقة مع بعضهم. طعمها جميل جدا، وما تعمليها في البيت، مش مكلفة زي ما تجيبيها من بره. دي الطبقة التانية اهي من الكنافة. ادي الطبقة التانية من الكريم شانتيه. كريم شانتيه طبعا كلنا عارفين هو بيتعمل ازاي. بتجيبي باكو او باكويان كريم شانتيه تبع الكمية اللي انت هتعمليها، مع 1 كوباية لبن مثلجة، وتضربيهم جامد لحد ما يديك القوام المطلوب ده. ده شكلها بقى. لسه هنحط طبقة كماني، لسه شوية، فأحسن ما نرميهم لأن نكمل بيهم البولة. هنحط بقى الطبقة النهائية كريم شانتيه خالص، نغطيها كلها بالشكل ده. نبدأ بقى بتجيب الفاكهة الموجودة عندك. أنا موجود عندي تفاح وكيوي فقطعته، لو عندك قطع مانجا صغيرة ممكن تحطيها بقى.